السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام والجميع بخير. نلتقي اليوم لنحيي معا الذكرى 16 لتأسيس الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، الذي كان تأسيسها في عام 2007 بداية لفكر جديد وطموح جديد وعمل جاد جديد لم يكن للتعليم العالي في ليبيا سابق عهد به. إن تأسيس الجامعة لم يكن لأهداف ربحية أم تجارية، بل كان لغايات علمية وفق رؤى واستراتيجيات وإرادة وعزيمة لتغيير واقع التعليم في هذا البلد وإحداث تغييرات جذرية في بنيته المتراكمة عبر سنوات، نتيجتها تراجع مفزع في مستوى التعليم العالي ومخرجات لا علاقة لها بالتنافسية ولا بسوق العمل ولا بالتطورات المذهلة التي تشهدها الجامعات ويشهدها التعليم العالي في العالم. مشروع الدولية هو مشروع وطني معرفي حقيقي بعد 16 عاما يؤكد ريادته وأنه نموذج يحتذى يضاهي أرقى الجامعات العالمية بشهادة كل من زار هذا الصرح من جامعات ومراكز معروفة ومجالس مشهود لها. أكدوا جميعا أن الدولية هي الحلم الذي كان يطمحون إلى تحقيقه، لتصبح هذه الجامعة علامة مسجلة وعنوانا للجودة ونقطة دالة على التفوق والتطور والتحسين المستمر، حتى صار كثيرون يجعلونها جزءا من عناوينهم التي يضمنونها بكلمة الدولية حتى يكسبوا التسويق والترويج ونيل الثقة. نحن سعداء أننا هنا وفخورون أننا نعمل في هذه الجامعة، سعداء في عيدها نصافحها ونطبع قبلاتنا على جبينها ونأخذ معها الصور التذكارية ونباهي أننا من منتسبيها ونباهي أننا من طلابها ونباهي أننا جزء ولو يسير من نجاحها. كل عام والدولية بخير، كل عام والدولية في الصدارة وفي الريادة، كل عام والدولية هي الفخر والاعتزاز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعو السيد رئيس الجامعة الدكتور محمد سعد لإلقاء كلمته، فليتفضل. حييكم وكل عام وأنتم بخير. أشعر بفخر كبير ونحن نحتفي بالذكرى 16 لافتتاح هذه الجامعة. بحقيقة الافتتاح الرسمي طبعا، هي الجامعة بدأت الدراسة فيها يوم 20/9/2007، قبل هذا التاريخ بشهر، في أول محاضرة ألقاها الدكتور عبد الله المنصوري في تلك الفترة. هذا الرقم 16 بالنسبة لنا لن يمر مرور الكرام. اللي يصل عمره 16 سنة يحق له يدير بطاقة شخصية ولا خلاص كبر، في أمريكا يحق له يدير رخصة قيادة لأنه خلاص نضج أصبح فيه. إحنا فخورين يعني فعلا بأن هذه الجامعة قد نضجت، لا أريد أن أقول بأنها كبرت. الرسالة اللي أود إيصالها لكم اليوم، أولا لا نريد أن نأخذ مقلبا في أنفسنا. إحنا لازلنا جامعة محدودة الإمكانات ونعيش في بيئة صعبة للغاية، ظروف تمر بها البلد بشكل يعني غير مسبوق، والتحديات كثيرة.
صحيح نحن بذلنا قصارى جهدنا وربما طموحاتنا كبيرة، وربما هذا هو الدافع وراء هذا العمل الدؤوب، أن احنا ننجز ونحدث التغيير الذي يجب أن يكون، ونطور من أنفسنا، وأن احنا نكون فعلا عند مستوى هذا التحدي. أنا أقول لكم أن واحدة من نقاط التغيير النفسي، يعني على أقل تقدير، يوم جاني واحد قال لي، كنت نسأل على مصنع الفرش، قالوا لي جنب الدولية. لما بدينا كانوا يقولوا الجامعة الدولية جنب مصنع الفرش، الآن لا يوجد ذكر لمصنع الفرش، ذكر الجامعة الدولية، ليس على مستوى بنغازي ولكن على مستوى ليبيا. لكن هذا ليس مقنعا بالنسبة لنا. نشعر بمدى أهمية العمل الذي نقوم به، ولعل يعني هذا الشعور في وجود هذا التخلف، في وجود هذه يعني البيئة اللي طبعا مصاحبة لها بيئة العداء للعمل الخاص والجامعات الخاصة، وهذا كله يعني لعلنا تجاوزناه، يعني لم يعد لهؤلاء اللي متشبعين بفكر القطاع العام ودار عندهم قدرة على أنهم يواجهوا هذه الحقيقة. لكن الوضع يعني يستوجب أن احنا فعلا نكون عند مستوى هذا التحدي. شنو هو التحدي؟ أن احنا نخلق جامعة بمواصفات ومعايير دولية، ونخلق جامعة فيها هذا يعني النموذج اللي قاعدين الآن نمارسه فيه، وكسب هذه الثقة من الناس. نحن هذا العام كما كان العام الماضي في بعض الكليات، وهذا العام بدأ في معظم الكليات، بدأ الحرج الشديد عندنا في رفض قبول طلاب، يعني هذا يدل على أن الثقة، بالرغم من أن يعني كما يقول البعض الرسوم عالية والناس ليس لديها قدرة. طبعا هذه مسألة أخرى، احنا دائما نقول بأن هذه ليست مسؤوليتنا، يعني مسؤوليتنا أن نخلق التعليم الجيد اللي بالمستوى اللي يكون عليه تعليم في أي مكان في العالم، ولكن التمويل هي مسؤولية الدولة، مسؤولية المجتمع. يعني لو كان على سبيل المثال تخلت الدولة عن هذا الدور وقامت جمعيات خيرية تهتم بالتعليم وبمستقبل البلد وجمعت رسوم دراسية وساعدت الطلاب وعطت منح لطلاب، زي ما سير في العالم الآخر، في رجال أعمال يعطوا في منح كل سنة، وفيه جمعيات متخصصة تعطي في منح، هذه مش مسؤوليتنا يعني بصراحة. بالرغم من ذلك احنا لنا سنتين يعني نعلن عن منح مفتوحة للجميع ويتسابق عليها الجميع، ومعايير معينة، ولتنطبق عليه المعايير نعطوا فيه هذه المنحة. هذه ليست مسؤوليتنا. احنا مسؤوليتنا أمام بلد متخلف نريد أن نرتقي به. هذا الارتقاء لن يكون بمجرد رفع شعارات، ولا بمجرد أن احنا يعني استطعنا أن احنا نحقق شيء. يعني بالتأكيد يعني المسألة لا تقارن بالكم ولكن بالكيف، يعني بمعنى أن أوكي الجامعات الليبية فيها الآن ما يقارب من 500,000 طالب، مخرجاتها بعشرات بل كمئات الآلاف كل سنة، وسوق العمل لا يعني يتناسب مع هذه المخرجات وهذه الإشكاليات اللي هي قائمة. هذا يعني يدل على أن إحنا مش حنحل مشكلة التعليم العالي في ليبيا، ولكننا نخلق النموذج اللي يطور ما من حولنا. هذه يعني هذه الطفرة اللي سايرة تعيد التوازن وتخلق هذا النموذج اللي الآخرين يا إما يحتذوا به أو يجاروه أو يعملوا يعني شيء أفضل منه. لذلك هذا هو التنافس الممتاز.
وإحنا عمرنا ما كان بالنسبة لنا في تفكيرنا يعني في الجامعة، وأنا أتحدث الآن على اسم باسم مجلس الجامعة، لم يكن في يوم من الأيام نحن في حالة تنافس مع أي جامعة ليبية أخرى. إذا كان بدينا نفكر هكي معناها راهو ضيعنا البوصلة وقعدنا على مستوى اللي لا لا، إحنا بالعكس نحن نتمنى الجامعات الأخرى تتطور وتتحسن ونبوها حتى تكون أحسن منا، نتمنى. لكننا ندرك الحقيقة بأن ذلك غير ممكن في العقلية السائدة وبالطريقة السائدة وبالأسلوب اللي ماشي، ما فيش قدامنا خيار. هو أصلا نحن الفكرة في البداية ما كانتش يعني متجهة نحو أن إحنا يعني نبون نديروا استثمارات ونبون يعني نعملوا لأنفسنا يعني مجال للعمل للكسب المادي، وأن إحنا نطور من أنفسنا وأن يكون عندنا إمكانيات مادية. لا لا أبدا، كان الهدف هو خلق هذا النموذج. ردة الفعل لما ما هو موجود من تردي، بل على العكس أقول لكم، وهذه يعني حقائق لا يمكن أن ينكرها أحد، السنوات الأولى كانوا يشتغلوا يعني مجموعة اللي قامت بتأسيس هذه الجامعة وإنشائها، يعني كانوا ينعدوا على أصابع اليدين، يعني عدد محدود جدا، كانوا يشتغلوا ليل نهار وبدون مقابل. ومرت بينا فترات عصيبة ما كانش فيه دخل للجامعة ولا فيه إمكانيات فيها. اضطر بعض من أعضاء المؤسسين لهذه الجامعة ما يكونش عندهم أي دخل ولا عندهم أي شيء، بعضهم اضطر إنه يبيع أثاث بيته باش يوكل أولاده. حقيقة مرت في بعض الناس مش مدركة لها، ولكن كان لدينا هذا الهم وهذا الهدف بأن احنا لابد أن نخلق هذا الفارق في هذه البلد. التحدي لم يكن سهلا وظروف لم تكن سهلة، وما كانش بالأمر يعني بالأمر سهل في البداية، لكن الإصرار والعزيمة هي اللي جعلتنا يعني ننتصر على كل تلك التحديات. أنا أقول لكم بأن يعني وأقول فيها باستمرار، يعني هذه الفترة على الأقل 11-12 سنة الماضية، أنك تحافظ على المستوى هذا إنجاز، وما بالك التوسع وتتطور وتحسن وتدخل برامج جديدة وتجاري ما هو سير في العالم، ما كانش أمر سهل وهين. لذلك ونعيد ونقولها مرة أخرى، إذا في حد في هذه الجامعة هم الاسترزاق بس يبي يعني دخل يحسن من مستواه، وهذا ليس عيبا، لكن أنا أقول لكم إذا كان في حد يفكر بهذا التفكير أو مكانه مش في هذه الجامعة، ليبحث على مكان آخر يحقق فيه رغباته. رأوا هذا لا يعني بأن الجامعة مقدمة على تقشف ولا دار، لا لا لا، بالعكس احنا يعني الحمد لله في تحسن مستمر، ودائما نقول بأن كل ما يتحسن واقع الجامعة راه بينعكس على الناس اللي تشتغل فيها. هذا ليس من جانب التهديد بأن راه لا، لكن هو عامل حافز لابد أن يكون لدى الجميع بأن هناك تحدي كبير، لابد من أن يعني نضاعف من جهدنا، ولابد أن نبذل قصارى جهدنا من أجل أن احنا يعني ننتصر في هذا التحدي، ننتصر لبلادنا، لمستقبلنا، لمستقبل أولادنا. أنا لا أخفيكم سرا، يعني واحدة من الأشياء اللي كانت دافعا كبيرا بالنسبة لي أني قررت الرجوع للبلد لخدمة بلدي، وشعرت في ذات اللحظة بأني حرمت أولادي، لأن كان الوضع بالنسبة لي مستقرا وبإمكاني أني نبقى في بريطانيا إلى ما شئت. شعرت في تلك اللحظة بأني حرمتهم من تعليم عالي راقي ومن خدمات صحية ممتازة، وبالتالي كان عندي شعور بأن لابد من أن أخلق الفرصة اللي تعوضهم هذا الفقد. ربما كان هذا دافع شخصي، ولكنه أيضا كان دافع لأبناء بلدي. يعني مش معقولة بصراحة أن احنا نستمر في هذا الواقع اللي كنا نراه
يتردى يوما بعد يوم. جامعة مصممة زي جامعة بنغازي تستقبل في العام 25 ألف طالب، يصبح فيها 100 ألف طالب، والآن نصف مبانيها مهدمة والأعداد في تزايد. التخصصات اللي بدأت في السبعينات والمناهج اللي تطبق منذ تأسيس الجامعة لا زالت إلى الآن أصبحت أوراق صفراء، مناهج متخلفة وتخصصات في غير حاجة لها، وإحنا داخلين على عصر المعرفة والذكاء الاصطناعي وعلى التغير اللي سير في العالم. في مهن ستندثر ستنتهي، ومازالوا يخرجوا في خريجي الجغرافيا بالآلاف والتاريخ بالآلاف، ويريد حتى في تخصصات فيها يعني في احتياج لها، ولا المستقبل لها، ولا هناك ضرورة لوجودها. أتذكر في لما كنت في جامعة قاري يونس وقررنا بأن نفتح أقسام جديدة حسب الاحتياج في كلية الاقتصاد، قررنا نفتح قسم للتسويق وقسم آخر للتمويل والصيرفة. قامت الدنيا ولن تقعد، جماعة العلم الإدارة قالوا قسم الإدارة قالوا مناش محتاجين إلى تخصص آخر تسويق، احنا ندرس في هذه المادة في تخصصاتنا، والسوق محتاجة إلى هذا التخصص. التمويل والصيرفة جو جماعة المحاسبة قالوا لا يجوز احنا عندنا التخصص. تخصص تقنية المعلومات لما جبنا القرار للجامعة أول حاجة قالوها لي، طبعا ما كانش فيه لا لجان تشتغل على زي ما ناخذ متوى الكورس سبيسيفيكيشن مواصفات البرنامج، ما كانش فيه أي شيء. جبت القرار بدون حتى ما يعلم به واحد. أول حاجة وجهوني فيها قالوا هيسي ما عندناش مكان، وين بنحطوها كلية تقنية المعلومات؟ يا بني آدمين قلت لهم تخصص في العالم كله متجه نحوه، احنا قالوا لا عندنا قسم الحاسوب في كلية العلوم، وفي الهندسة أيضا ندرسه في الهاردوير والسوفتوير. مش معقولة يعني العقلية متخلفة، هذه عقلية جامعاتنا. وانا نحكي على جامعة قاري يونس في وقتها اللي كانت تضم أفضل الخبرات وأفضلها على لا عندهمش رغبة في التغيير، ولا عندهم رغبة في التحسين ولا في التطوير. وتجربتنا الأخرى لما كنا في كلية الطب، لما كنت عميد للكلية وجبنا خبراء في التعليم الطبي وقلنا راه العالم تغير، ما عادش ينفع التلقين والتحفيظ، ولا بد أن احنا نعمله التعلم الذاتي المرشد وغير استراتيجية التعلم، وأن نطوره من جبنا معدات لمعمل مهارات سريرية بشق الأنفس في ذلك الوقت، يعني كأنك تنتزع فيها من فم أسد باش تحصل على إمكانيات باش تعمل بها معمل مهارات سريرية. وعملنا الوركشوبس وعملنا التقييم كلهم قالوا التغيير ضروري وحتمي. وبعد ما بدينا نبغى نغير وقالوا لا هذا لا يليق بنا، نحن كيف طلبة من الابتدائي اللي عند الثانوي يدرسوا بالتلقين والتحفيظ فجأة في الجامعة نبغى نخلوهم هم اللي مسؤولين على العملية التعليمية؟ رفضوا زملائنا، رفضوا، ولأن الجامعة العامة ما فيهاش استقرار. اللي جاء بعدي مشهد بائس، قاعد يرمي في المودلز هذه بتاع المانيكنز بتاع المعمل مهارات سريرية من روشن يعزك فيه، يقول احنا مش محتاجين، احنا عندنا المستشفيات ملأة مرضى، ما نش محتاجين نتعلموا على دمى. حقيقة يعني مؤلمة لكنها حقيقة كانت سيرة وحادثة. يعني توا لما نجي نقول احنا عندنا معمل مهارات سريرية دار في جامعة قاري يونس وقتها في كلية الطب في 2002 كان عندنا معمل مهارات سريرية. اللي يعرف الجامعة غادي الطابق الخامس في المكتبة المركزية حولناه بالكامل، كانوا حاطين فيه رولات متاعات سينما متاع أفلام وثائقية بعضها من منظمة الصحة العالمية، وبعض يعني حتى الآلات اللي تشغلها معش فيه.
ومعبين بها الدور كله. قلنا هذا خلاص هذا شيء متخلف ما عادش قاعد يفيد. لما حولناها وحطينا بدلها المعمل المهارات السريرية اعترضوا اعتراض شديد، كيف تسكروا في الاوديو فيجوال ديبارتمنت يعني كأن جريمة ارتكبت. التخلف يضرب أطنابه في كل جامعات ليبيا، وإذا كانوا بفكروا بنفس عقلية هذه الجامعات راهو حنكونوا جزء من هذا التخلف. ولذلك لابد أن نفكروا في التخصصات الحديثة والمتطورة واللي تجاري مش احتياج السوق. حتى السوق متخلف، يعني لما نخرجوا ناس في الهيلث انفورماتكس اللي في أمس الحاجة لها مستشفياتنا ومرافقنا الصحية واللي مفروض أن يعني يأخذوا الريادة، ما فيش حد قابل بيهم لأنهم متخلفين. ما فيش حد عارف أن راهو العالم تغير، ما عادش فيه مستشفيات في العالم توه. ما يحكيش على المتخلف، روح حتى في أفريقيا روح ما عادش قاعد متخلف بهذه الدرجة. المستشفيات الأخرى كلها قعدت paperless hospitals، كلها قعدت مستشفيات يعني تستخدم تقنية المعلومات والبيانات فيها بدانه. ما عادش فيه الملفات واللي يكتبوا على ورق متاع الجلافز ولا ورق على الدين هي ولا ملف المريض تلقاه مكتوب فيه حرفين ولا ثلاثة وكل شيء منتهي. لا لا، حتى المعامل والنتائج الأجهزة المعملية ولا الأشعة ولا الأجهزة المخبرية كلها ديجيتال، ما عادش فيه الأنالوج، كلها تطلع. باهي من يبي ينظم هذه البيانات والمعلومات ويجعلها متاحة وبالإمكان استخدامها والاستفادة منها هو خريجي هذا التخصص. طبعا لا ألوم أولياء الأمور أن يجوا يقول والله أولادنا ما عندهمش رغبة يمشوا للمعلوماتية الصحية لهذا التخصص الفريد والمهم والمستقبل البلد والخدمات الصحية معتمدة عليه. ما قدرش نلومهم لأن المخرجات قعدت تشتغل في حاجات أخرى ما لاش علاقة بالمعلوماتية الصحية، لأن المستشفيات متخلفة. يا أخواننا ليبيا متخلفة بسبب عقلية الليبيين المتخلفة، ليس لنقص موارد ولا لأن عندنا إشكالات. هذه العقلية اللي فيها الثقافة الريعية واللي كل حد يفكر في بيته ولا في دار. في العالم الآخر البيوت عبارة عن أكواخ، يعني بيوت صغيرة، لكن تطلع للشارع تلقاها مرصوف والخدمات كاملة والبريد يوصل لعندك والخدمات العامة كلها متوفرة. مش هنا يبني قصر كبير، وهنا العقلية الفاسدة متاع العقلية الريعية يدير قصر ورخام ومش عارف، وقدام البيت مجاري والدنيا حايسة في بعضها. ليس هكذا تبنى الأوطان. لكن على أي حال احنا هذه مسؤولية أخرى، هذه معركة أخرى، لكننا مهم عندنا ندرك بأن احنا في أتون معركة من أجل إحداث التطور والتقدم وتحسين هذا البلد. طبعا مش هنغير كل شيء، لكننا يمكننا أن نحن نخرج الدفعات تلو الدفعات والناس اللي عندها العلم والمعرفة والقدرة والمهارة اللي تكون مخليتهم قادرين على أنهم يخلقوا هذا الفارق. أملنا فيهم، ما عندناش أمل آخر، ما عندناش وسيلة أخرى، لأن نحن لا يمكننا أن نعتمد على استجلاب أجانب لكي يصلحوا لنا بلدنا وحالنا. وإحنا دائما نقول يعني أهم ثروة في هذا البلد هي عقول أبنائها. لابد أن نحن نعمل على أن نكون هناك جهد كبير يبذل، لكن هذا الجهد سيضيع إذا لم يكن هناك عمل جماعي منظم. هذا الجهد لن يكون ذا فائدة إذا لم يكن من يتحمل مسؤوليته من هو مؤمن بأهدافه وغاياته وما هو يعني خلف ما هي الأسباب وراء ذلك. يعني احنا إذا كان نفكروا بأن عندنا خيار آخر بأن احنا نخرج من البلد ونسيبوها،
حنكونوا غلطانين، لأن ما فيش بلد زي بلدك ولا وطن زي وطنك، ولن تكون مرتاحا إلا في بلدك، ولن تكون مرتاح في بلدك في بهذه العقلية وبهذا النموذج اللي احنا قاعدين نشوفه فيه. احنا فيه أشياء نشتغلوا عليها، وما نبوش نحكوا على شعارات وأهداف. هذه الجامعة تعمل على أن تكون سمارت يونيفرسيتي، تكون جامعة ذكية. كل المواصفات المطلوبة لجامعة ذكية احنا قاعدين نشتغل عليها، سواء كان من تطوير المنظومات، سواء كان من تطوير التعليم الإلكتروني، سواء كان من تطوير الإدارة، سواء كان من إدارة العمليات، كيف نخلق البروسيس مانجمنت، سواء كان في تطوير المناهج والتطوير وتحسينها، سواء كان في الانفتاح على العالم الآخر، سواء كان في إنتاج المعرفة، سواء كان في هذه كلها في مجملها تمثل هذا الهدف الكبير. ما عادش ينفعنا بصراحة أن نحكم نقولوا نحن أحسن جامعة، أن نحن مش عارف إيش، ما عادش يفيد كثيرا. راه النتائج هي اللي تفيد. ولذلك أنا بديت كلامي قلت تاخذوش مقلب في أنفسكم، طريق لازالت طويلة، والمهام الموكلة على عاتقنا راهي لازالت كثيرة. وإذا كان فيه ناس لديها إيمان بهذا الوطن ومن مستقبل هذا الوطن، واللي ممكن يخلق لنا يعني بيئة أخرى، هذه لن تتم بسهولة. أنا لا أريد أن أقول بأن من يعمل في هذه الجامعة يعني لزاما عليه أن يعني يشتغل زي الترس في الساعة، لا نعم نريد ذلك وبدون أي دار، لكن في المقابل أيضا احنا نسعى إلى خلق بيئة محفزة، والناس اللي تبذل يعني مش بس تبذل في جهدها، يعني ربما في يعني تستغرق من حياتها من وقتها في كل يوم أكثر مما يبقى في بيوتهم. فيه ناس صبح وعشية يشتغلوا، وفيه حتى اللي دار يعني على يعني حساب دار أمس جمعة الناس تشتغل، فيه اللي من الصبح قاعد دار، في أيام كثيرة ناس كثيرة تشتغل حتى من بيوتها في رد على بريد، ولا في إعداد مذكرات، ولا في شغل أبدان. هذا يعني لابد أن يكون في مقابلة good incentive، لابد أن يكون في مقابلة أيضا يعني حافز مادي يخليه يشعر بأن أكثر يعني مرتاح في عمله، ويشعر بأن أنجز شيء وبأن لم يهمل حقه في ذلك. احنا نريد ان تكون هذه الجامعة اسرة واحدة، لما يمرض فينا حد كلنا نشتكي له، ولما يحتاج حد كلنا نسعى الى توفير ما يحتاجه. مثل هذه الروح لابد ان تسود في هذه المؤسسة. رغم ما هوش مفيد ان حد يجي لهذه الجامعة 7 في الصبح ويروح الساعة 2 ولا 3 في العشية، ومعظم الوقت هو جالس يسخن في كرسي، ولا يتفرج على ألعاب، ولا يتصفح في أشياء على الإنترنت، ما يفيدناش هذا. حتى وإن كان عدد الساعات اللي يقضي فيهم في الجامعة في التمام والكمال مش ما هوش مفيد. مرات يجي 2 ساعة يدير في شغل أكثر من اللي يدير فيه قاعد 6 ولا 7 ساعات. لذلك أنا نعود ونقول راهو اللي يفكر في أن يسترزق من هذه الجامعة، وهي على فكرة يعني الآن نحن يعني تجاوزنا 450 يعني موظف ولا عامل ولا مشتغل ولا أستاذ ولا غيرها في هذه الجامعة، اللي يأخذ في مرتبات شهرية منها، خلقت فرص عمل وخلقت دائرة. نحن يعني
ربما أيضا كنا حريصين على أن مكافآت والمرتبات تكون يعني بمستوى التكاليف المعيشة وغيرها، وكنا باستمرار يعني مرات في أحيان كثيرة بدون ما يطلب حد يجي يلقى مرتبة زاد بدون علمه، لأن نفكر في 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 هذه القيمة بأن إحنا لابد من أن إحنا نرعى شؤون الناس اللي تشتغل معنا. لكن في المقابل إحنا أمام تحدي كبير، لابد أن ندرك هذه الحقيقة، أمام مهام كبيرة لابد أن إحنا نؤديها. إذا كنا مقدمين على تحديات جديدة سواء كان في الدراسات العليا والله في الميكنة الكاملة في البروسيس مانجمنت، والله في تخصصات في التدريب ويعني درجات الدبلوماز وكثير من البرامج الجديدة اللي احنا نبو نخلقوها، نبو ايضا تغيروا في عقلية العمل بتاعنا من الاسلوب التقليدي الى اسلوب يجاري ويحاكي ما يحدث في العالم. ليس بالضرورة الأساتذة متاع الجامعة يكونوا في القاعة متاع الجامعة والله في الكامبس متاع الجامعة، ليس بالضرورة أن يكونوا في بنغازي، ليس بالضرورة أن يكونوا في ليبيا. ما عاش فيه حائل من أن الأستاذ ممكن يكون في أي مكان يشرف على بحث ولا يشرف على يعني عملية تعليمية ولا يقيم ولا أنا بدي نشوف الجامعة تتغير في هذا الاتجاه، تتطور لأن تكون قادرة على أن تحتوي بالتأكيد يعني مزايا وتقنيات حديثة وتحتوي الجميع، تكون نموذج لأن نطوروا فيها أنفسنا. نحن في هذا العام شهدنا ولادة تخصصات جديدة زي الذكاء الاصطناعي، زي الانتيرير ديزاين التصاميم الداخلية، برنامج آخر في غاية الأهمية برنامج القانون بعقلية أخرى مختلفة بمفهوم جديد بأسلوب آخر. وشوفوا راهو يعني أهم يعني رصيد بالنسبة لنا هو هؤلاء الطلاب اللي يجونا من الثانوية، للأسف الشديد فيهم اللي حتى نسبته 90% وغيرها، يجي وتختبروا فيهم في لجان القبول ما كأنهمش تعلموا حاجة. مرات تقول سادسة ابتدائي نظام قديم خير مستوى منهم، لكن شوفوا لأن الخامة ممتازة ما تمرش عليهم أشهر معدودة وما ينتقلش للسنة التالية إلا هم مختلفين تماما، عقلية أخرى مختلفة. هذه الثروة الحقيقية اللي لابد أن نكرس جهدنا كله من أجل أن احنا نستثمر فيهم ونحن نطورهم ونحن نخليهم بالمستوى اللي يجب أن يكونوا عليه. هؤلاء أكبر مكسب لنا وللوطن، وأي تخاذل في أن نحن يعني نوصلهم للمستوى اللي يجب أن يكونوا عليه راهو خيانة للوطن مش للجامعة. لابد تفكروا في ذلك عمليا، كانكم شاعرين بالمسؤولية وشاعرين بأن هذه أمانة على رقابكم، لابد من أن تفكروا بهذه الطريقة. احنا نبو نواكبوا الحداثة، نبو نطبقوا ما يعني ما وصل للعلم، كل التطبيقات وكل التقنيات اللي متاحة الآن نبو نستخدموها، ونبو نفكروا في المستقبل، يعني ما نبوش نقدو مشدودين لواقعنا اللي نحن عايشين فيه. احنا هذا العام حنعملوا افتتاح رسمي، رغم أنه زي ما صار للجامعة افتتحناها رسميا بعد شهر من بداية العملية التعليمية.
قريته اللي حيحدث في افتتاح مركز المحاكاة هو نقلة أخرى مهمة في سبيل تحديث وتطوير العملية التعليمية في هذه الجامعة. أراه نفس المعدات والتجهيزات جلبت للجامعة العامة ومن نفس الشركة، وربما حتى كان في نفس التوقيت وتلقينا نفس التدريب، لكنه امسكوها علي. سترون الفارق ما بين ما سيكون في بهديمة وما سيكون في مركز القطاع العام، مش نقول الجامعة العامة، إلا إذا كان من هو مسؤول على إدارة هذا المركز ومن هو مشرف على تقديم الخدمات في هذا المركز بعقلية القطاع العام، معناها مش حيكون في فرق. لا، احنا امام تحدي ولا يمكن ان نكون مشدودين بهذه العقلية. معلش راهو ما فيش مجاملة في هذا الامر. ايضا تم تجهيز عدد من العيادات ومن المرافق التعليمية، وان شاء الله حيكون فيها معمل متطور يعني لا يوجد مثيل له في بنغازي، على اقل تقدير يعني في بنغازي، باش نقول في ليبيا، في هيستوباثولوجي لاب، معمل الهيستوباثولوجي. الان احنا بدينا في تشغيل المعامل التحاليل بقسم التحاليل في كلية العلوم الطبية التطبيقية، وعندنا الامكانيات الكبيرة، وحينفتح ان شاء الله العيادات. مجلس الجامعة قاعد الآن عاكف على أسس تشغيل هذه العيادات، وستبدأ هذه العيادات بتقديم خدمات للعاملين في الجامعة هم وأسرهم، وحتكون متاحة لهم وحتوفر لهم مستوى خدمة ليس بالنظام التقليدي ولكن بنظام إدارة البيانات Patient Administration System، وأيضا بنظام إحالة وتتبع، ويكون فيها مزايا غير متوفرة في أي مكان. كان بدنا أنها تبدأ بتخصص طب الأسرة، لكن للأسف الشديد لا يوجد الكفاءات الكافية للقيام بهذا العمل. يعني أتمنى أن كلية الطب والدراسات العليا تعطي أولوية لتخصص ماجستير طب الأسرة، لأن البلد في أمس الحاجة له. إذا كان بنحث تغيير حقيقي في مستوى الخدمات الصحية لهذا البلد، حيكون من خلال طب الأسرة، ومن خلال التوثيق الطبي، ومن خلال خدمات الفارم دي، ومن خلال الخدمات المتكاملة سواء كانت التشخيصية ولا العلاجية. نحن يؤلمنا يعني منشوفه في كل يوم طائرات محملة بمرضى ماشيين لتونس ومصر وماشيين للأردن وماشيين لتركيا وماشيين وإحنا يعني مستشفياتنا على أحدث طراز، قاعدة هياكل للأسف الشديد ما فيهاش يعني الحد الأدنى من الخدمة اللائقة اللي تحافظ على كرامة المريض وعلى برغم كل الجهود اللي دار. مهم مكتب الاستشاري الهندسي للجامعة عاكف على تصميم لمستشفى ولمركب جامعي جديد في مقر الجامعة الثاني في بوفاخرة، حيكون فيه يعني احنا صحيح نحلم يعني بشكل واسع، ولكننا على ثقة بأن هذه البلد لا تنقصها الموارد موجودة، يعني لا التمويل فيه حتكون فيه مشكلة ولا صحيح ما هي سهلة، زي ما بدينا الجامعة اللي قعدنا لفينا ليبيا كلها باش نحصلوا تمويل يعني حد الكفاف
أنا أتذكر بأن يوم اللي وافقونا على قرض من مصرف الوحدة بقيمة 4 مليون، لم يسيل طبعا ممكن نصه اللي استخدم لتأسيس الجامعة في إجراء التحويرات يعني والتجهيزات اللي موجودة عليها الجامعة. في نفس الأسبوع داروا احتفال في الكيش، هنا في الساحة متاع الكيش، اصرفوا عليه 4 مليون، انتهى بفوضى عارمة، جايبين مغني مشهور من برا قعدوا الشباب يضربوا فيه بالكراسي. ويعني ما هنا نقول لكم كيف البلد متخلفة، لأن العقلية متخلفة، يعني النظام يسعى إلى تلميع نفسه والأفكار بتاعهم، يعني مجرد أن يديروا حفل غنائي حاضر المطرب المشهور وتقدم فيها اللبنانية شو اسمها لمسكين روزان المغربي، حس في نفسي أنا أقول لكم في ذاك الوقت يعني كيف المفارقة الغريبة اللي بهدلونا سنتين كاملات، وأنا نلف من مصرف المصرف، من إدارة لإدارة، من الدار يا أخواننا نحن رانا محتاجين إلى أن نحن ننشئ نموذج جديد للتعليم. أكثر واحد كان يعني متضامن وأبدى استعداده كان مدير صندوق الماء اللي كان في طرابلس، مش عارف حامد الحضيري ولا حاجة اسمها، قال لي فكرة ممتازة وشجعكم عليها وإحنا مستعدين مولوها، يعني ما نش طالبين الكثير 4 مليون، قال شوية 4 مليون بكي راهو محتاجين أكثر لأن راهو بدأنا باهي تمام. ففرحت في الأول يعني حاجة كده، قال لكن أنا عندي رأي آخر، فكرة ممتازة خلينا نديروها في طرابلس. طرابلس مدينتنا راهو احنا فخورين بها، راهو ما نش يعني مصرين، لكن أنا بنقول لك على حاجة، الأعضاء أو بالأحرى الأفراد أو بالأحرى الأساتذة اللي يهمهم هذا المشروع ومتحمسين له راهم قاعدين في بنغازي، بعدين كانها بنغازي مش مدينة ليبية يعني ولا شنو. قال لي لا، لأن القدرة الشرائية والقدرة المالية اللي في طرابلس أفضل، وبالتالي نحن نضمن النجاح. قلت له ما كنتش نحساب أن ليبيا فيها مستويات متفاوتة للمعيشة، لكن إذا كان الأمر كذلك أنا أقول لك أنا مصر على أنها تكون في بنغازي، لأن نحن بالتعليم حنرفع من مستوى المعيشة للناس اللي في بنغازي، كانوا مو ليبيين ما عندهم حق حتى هم في دانا. الرجل كان يتحدث ربما بمنطق الرجل المالي اللي يبي عائد لدانا. قلت له شكرا بارك الله فيك واحنا ممتنين للعرض اللي انت قدمته، لكن احنا حنديروها بنغازي. الاعباء اللي تحملناها في البدايه في التاسيس جعلتنا نحط كل مدخراتنا باش احنا نقوم بدار، لان التحدي متاعنا ليبيا واحده ما عندناش فرق فيها دار. لكن أنا خلينا نكون صريح معكم، أشعر بفخر بأن نحن نجحنا في بنغازي، وانتمائي لبنغازي ليس معناها أن لدي أي حرج من طرابلس ولا دانين، بالعكس حتى هي مدينتنا ونفتخر بها. لكن الجامعة الليبية تأسست في بنغازي، المدينة اللي احتضنت الجامعة وحطتها فوق راسها وطورتها ودار هي بنغازي، بأي ليش حرام يعني نحن نحرم بنغازي من دار. ولذلك أنا أقول لكم نحن لدينا مجموعة كبيرة من التحديات في ضوء هذه ثقافة الغنيمة وفي ضوء هذا الواقع اللي تعيشه البلد، وحنغيروا ليبيا كلها بما فيها طرابلس من بنغازي، كما كانت بنغازي هي القادرة على أن تغير كل شيء. أنا أقول لكم بأن
مستوى التحديات كبير، ربما الطموح أكبر، ولكننا نعول عليكم. إذا ما كان عند كل حد منا في كل يوم يأتي لهذه الجامعة وهو يردد في نفسه أنا مقدم على تغيير واقع ليبيا، إذا ما كان ذلك فعلا هو موجود عند كل حد منا، رغم مش حندخل في حالات التمارض ولا حالات الاتكال ولا حالات التكاسل ولا حالات متاع الدافعية دير شغلك وداني وبالزر وبدار، لا لا لا، دافعية ذاتية تخلي الواحد قادر على ندان. راهو العبء الأكبر على الأساتذة في كونهم أنهم هم يطوروا من أدائهم ومن تخصصاتهم ومن مناهجهم ومن يعني احنا عندنا الآن يعني التغير الكبير اللي صار يحدث بدون ضوج يعني ضوضاء ولا ضجيج ولا احنا بدينا نتغيره تدريجيا إلى جامعة برامج. الثقل الأكبر عندنا هو في البرامج، كل برنامج له استقلالية كاملة، عنده ميزانيته وعنده احتياجاته وعنده صلاحياته وعنده كل شيء، ولكن يعني التغير يعني بوش نحتو حالة تسامي متاع اللي من الحالة الصلبة للغزية دون المرور بالحالة السائلة، هذه الفيزيائيين يفهموها، ما بوش نحتو هذه الحالة من التسامي والناس مش فاهمة ودارة. أوكي فيها تدرج، ولكننا مصرون مصممون لن نتراجع، ما فيش عندنا خيار إلا نحن نمشي للأمام ونحن نطور من أنفسنا في تطبيق بروسيس مانجمنت إدارة العمليات، في تطبيق الجودة الشاملة، في تطبيق الميكنة الكاملة، في تطبيق جامعة البرامج، في حاجة أخرى مهمة لا بد أن تدركوها، الديناميكية اللي تشتغل بها هذه الجامعة المعتمدة على البرامج لابد أن يعني تقابلها مرونة كبيرة. البرامج اللي مش قادرة تطور من نفسها، مش قادرة تجلب عدد كافي من الطلبة، رايحة تقفل، ما فيش مجاملة في الدار. برامج اللي يحتاجها المستقبل واللي قادرة على تطوير نفسها واللي عندها إمكانية بأنها راهي حتدعم وتستمر. أعضاء هيئة التدريس القارين لديهم مزايا كثيرة أقرها مجلس الجامعة، ومن بينها بأن راه كل حد منهم هذا جوب فور لايف، هذه يعني ما فيش فيها يعني تقاعد ولا استقالة ولا دار، دابين هو قادر على العمل وهي متاحة له، إلا إذا كان هذا التخصص لم يعد صالحا للمستقبل ولا يوجد فيه طلاب ولا يوجد فيه تطور وتحسن. عندئذ احنا مانيش جمعية خيرية ولا ضمان اجتماعي، احنا ماشيين ب يعني خطى ثابتة وبعزيمة وبإصرار ومرات حتى بتضحيات من أجل احنا نطور من أنفسنا ومن الأداء ومن مخرجات هذه الجامعة ومن تحسينها. لا يمكن السماح في هذه الجامعة يعني مرات لا نقول تقاعس ولا إهمال ولا دار، بأن حد يعني يقصر في أداء عمله، ومحرم تحريما قاطعا أن يكون فيه أي نوع من أنواع الفساد، سواء كان إداري ولا مالي ولا حتى في يعني إيقاع ظلم على حد ولا دار. أنا أراه لا نقبل بالظلم ولا نقبل بالفساد. إحنا كلنا حاجة أخرى لازم تكونوا عارفينها ونقولوا فيها باستمرار، ما فيناش حد يخدم عند حد، كلنا نخدم في هذه المؤسسة اللي لديها هذه الأهداف وهذا الطموح وهذه المهام وهذه الدار، كلنا زي بعضنا، كل واحد عنده مسؤوليات وعنده مهام وعنده واجبات،
ونحتاج إلى أن نعمل بروح الفريق، بمعنى أن كل واحد يؤدي ما عليه من مسؤولية ومن مهام ويسهل أداء عمل الآخرين، يعني مش يحط قدامهم عراقيل وصعاب، لا يسهلهم، وهي هذه روح الفريق. مش معناها أن رغاطة كل يعني كلنا نخدموا فيها زي الجمهرة، كلنا نخدموا في هذه وبعدين نسيبوها نمشي نخدموا في هذيك، لا لا لا، كل حد عنده مهام ومسؤوليات محددة. احنا الآن كل القرارات متاع التكليفات مرتبطة بتحديد مهام ومسؤوليات وأهداف. الآن هذا العام احنا على أبواب الانتهاء من الخطة الاستراتيجية للجامعة والبدء في الخطة التالية لمدة 7 سنوات من 24 إلى 2030، وهذه ستكون خطة طموحة جدا كبيرة، حيكون فيها يعني جهد كبير يبذل. أي قائد في أي معركة احنا نعتبره في المعارك القادمة، إذا ما كان ما لديه من جنود و يعني ومقاتلين وإذا ما كانوا بنفس روح بالمعنويات العالية وبنفس يعني القدرة والكفاءة لن ننتصر. يعني هذا ما هوش عمل بتاع فرد والله مجلس والله مجموعة والله فريق والله، لا لا لا، هذه مهمة الجميع وعمل الجميع. وأرجو أن لا يعني ينزعج أي كان إذا كان الجامعة رأت بأن أنت مناسب لموقع آخر مش في هذا المكان، أنت أراه مطلوب منك تكون في هذا المكان، ما في شيء بالإجبار، ولكن لا يعني لا يجب أن يكون في مجاملة، كل واحد لازم يكون في مكانه. أنا بدري لما قلت لكم إحنا على يعني قريب من 450 على البي رول، يعني يأخذ في مرتبات شهرية، هذا راه أكثر مما يجب، وبالتالي إحنا مش مجبرين بأن أي حد راه يعني يجي باحث عن عمل راه نبو نشغله، لكننا نبحث عن الأفضل. كل ما يعني كانت قدرات الناس اللي تشتغل عندنا كبيرة، كل ما كنا في معدل الأداء أفضل. إذا كان المركز الأكاديمي اللي أنشئ هذا العام يعني مقدر له يعني أن يبدأ في العمل وينجح إن شاء الله، راهو حيكون الجميع بالنسبة للأطقم الأكاديمية منخرطين في برامج تطوير وتحسين للمستوى. كذلك هذا العام استحدثت وكالة الموارد البشرية، وحيكون يعني بناء القدرات وتحسين الأداء وأيضا الهياكل الإدارية راهي وفقا للاستراتيجية ووفقا للسياسة حنبدأ في تطبيقها بشكل دقيق. الجامعة ما هيش كلب، ما هيش نادي يجوه الناس باش يهدرزوا ويعدوا الكافيتيريا ويعني يقضوا الوقت في الساحات والله في الحديقة وغيرها، راهو مكان عمل. أنا أنصح بأن يعني الحياة الاجتماعية تطوروها بحيث أنه يكون فيه مناشط وما فيش باس، خلوا فرص زردة، معسكر مش عارف يعني معسكر ترفيهي، معسكر دائر لقاءات اجتماعية، يعني تطوير الحياة الاجتماعية في الجامعة أنا أنصح بذلك. لكن العمل عمل، العمل عمل، وقت الجد جد، ووقت الاستجمام والراحة والدير يكون وقتنا منظم. أنا ممتن جدا يعني وآسف لأني أطلت عليكم، لكن بقول لكم راهو إحنا في مرحلة النضج هذه، الجامعة الآن اكتسبت بطاقتها الشخصية، والجامعة الآن أصبحت في مرحلة نمو. التحدي الكبير قدامنا في الدراسات العليا،
لأن إحنا رغم كل العوائق اللي موجودة والشد للوراء وعدم دار، لكن نحن بنخلق نموذج للدراسات العليا ما هوش موجود في أي جامعة أخرى. ما بيش نقول لكم يضاهي ما هو موجود في دول الجوار، يضاهي ما هو في دار، لا لا لا، بيكون على أعلى معايير الجودة والاهتمام. وإحنا الأسبوع القادم أو يعني في خلال هالعشر أيام الجايات هذين، ربما بعد أسبوع من الآن، عندنا يعني اختبار آخر مهم جدا ونقلة أخرى في مسيرة هذه الجامعة. عندنا التدقيق الخارجي لبرنامج الطب وفقا لمعايير الـ WFME، المنظمة العالمية للتعليم الطبي. احنا وحدة من ثلاث كليات طب على مستوى ليبيا تأهلت لهذا. أرجو يعني مش بس أنا واثق من النجاح، يعني أرجو أن يكون مستوانا كما يجب أن يكون، يعني من معرفتنا بدقائق الأمور وبتفاصيلها أن احنا نتبوأ الحقيقة بأن نكون الأفضل على مستوى ليبيا. وإذا لم نكن كذلك علينا أن نعمل من أجل الوصول إلى ذلك. عاود نقول بوش ناخذ مقلب في أنفسنا، احنا نعمل بجد من أجل أن نكون فعلا عند ذاك المستوى. إذا كان نجحنا في برامج الدراسات العليا لخلق الكوادر اللي يعني تفكر بعقلية أخرى وبدماء جديدة اللي تخلينا يعني فعلا نتوسع ب يعني وفقا للمعايير الدولية ول يعني التطور اللي سير في العالم، احنا اصبحنا على اعتاب الذكاء الاصطناعي، واصبح هناك يعني طفرة كبيرة، تحول كبير سير في العالم وفي التعليم. علينا مجاراة ذلك، وعلينا ان نكون جادين، ان نثق في انفسنا، وان يكون لدينا القدرة على احداث هذا التغيير. حييكم، كل عام وانتم بخير، بارك الله في كل من بذل جهدا، بارك الله في كل من ابدى نوايا يعني طيبه تجاه وطنه وتجاه جامعته. عليكم ان تفخروا بجامعتكم، عليكم ان تثقوا بانفسكم، وانا واثق وقادر بانكم قادرين على انكم تحققوا المعجزه في احداث التغيير على مستوى هذا الوطن. كل عام وانتم بخير، بارك الله فيكم، وسامحونا على الاطاله. شكرا. شكرا للسيد رئيس الجامعة على هذا الخطاب المهم الذي تجاوز الجانب الاحتفائي ليشكل رؤية هذه الجامعة وفكر هذه الجامعة واستراتيجية هذه الجامعة وذهنيتها وعملها المستقبلي، ويضعنا جميعا أمام تحديات ومسؤوليات كبيرة تدفعنا لنجتاز الأداء الروتيني والأداء التقليدي لنكون على مستوى هذه التحديات التي ذكرها السيد رئيس الجامعة في خطابه. السيدات والسادة، نصل إلى ختام هذا الاحتفاء الرمزي بعيد التأسيس السادس عشر لهذه الجامعة الرائدة، وكل عام وأنتم بخير.